مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. معاكم النهاردة في رحلة خاصة جدا وفي حلقة خاصة جدا نستعرض فيها مع بعض ونروح فيها مع بعض لسطور الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. نروح فين؟ نروح القدس اللي بكلم حضراتكم وإحنا هناك دلوقتي. بكلم حضراتكم ورايا أسوار أورشليم القديمة، أسوار القدس القديمة. بالتأكيد كل مكان هناك ليه قدسيته وليه كلام كتير جدا ممكن يتقال، لكن مش هنكتفي بس برحلتنا داخل أسوار أورشليم القديمة، لكن كمان هناخد ونروح مع بعض الأكتر من مكان. نروح الناصرة ونروح بيت لحم، نروح كل الأماكن اللي أي عينين بتتمنى تشوفها وأي يعني إنسان بيتمنى يتنفس رائحة هذه الأماكن المقدسة. نروح مع بعض في رحلتنا النهاردة ونشوف أكتر ونعرف أكتر من القدس. خليكم معانا. لسه معاكم في الكنيسة على الخريطة، بكلم حضراتكم دلوقتي من قدام كنيسة البشارة الموجودة في الناصرة. الكنيسة هي مبنية فوق المكان اللي ظهر فيه الملاك للعذراء مريم وبشرها بميلاد السيد المسيح له كل المجد وقال لها السلام لك أيتها الممتلئة نعمة. مكان مفرح ومكان جميل ان انا اكلم حضراتكم من قدامه. لسه معاكم ولسه في معانا حاجات كتير النهاردة في حلقتنا، والكنيسة على الخريطة. في الكنيسة على الخريطة، بكلم حضراتكم دلوقتي من قدام مكان مقدس جدا، هو المكان اللي ظهر فيه الملاك للعذراء مريم وقال لها السلام لك أيتها الممتلئة نعمة وبشرها بميلاد السيد المسيح له كل المجد. جميل أنا بكلم حضراتكم من قدام هذا المكان المقدس جدا المهوب جدا اللي كان فيه بشارة السلام وبشارة الفرح للإنسانية كلها. لسه معاكم في الكنيسة على الخريطة، خليكم معكم. المكان اللي احنا موجودين فيه دلوقتي هو في نبع المية اللي كان يعني كل سكان الناصرة كانوا بيجي ياخدوا احتياجهم من المية هنا. طبعا السيد المسيح والعائلة المقدسة كانوا عايشين هنا، فالعذراء كانت بتيجي لحد المكان هنا مع سكان الناصرة تاخد حاجتها من المية العذبة. نشوف دلوقتي المكان اللي فيه المية ونعرف اكتر، خليكم معانا. Thank you.
هنا هي عين العذراء اللي معروف في نبع وعين العذراء في الناصرة. المكان اللي كانت مريم العذراء دائما تأتي وتملأ منه المياه وتأخذه لبيتها، كما كان كل أهل البلد يأخذون الماء من هذا المكان. وهذا النبع هو دائما يعطي الماء، دائما هو حي، لم يقف ولا مرة عن تدفق المياه فيه منذ الأزل، يعني منذ بداية من 2000 سنة وأكثر المية دي هنا دائما موجودة. وبعد مرحلة معينة نقلوا العين من داخل الكنيسة لخارج الكنيسة في مكان اللي يسمى أيضا عين العذراء عشان يخففوا إزعاج للمصلين. الناس كانت بتملي المية من قلب الكنيسة، فأخذوا العين وخرجوا فيها خارج الكنيسة حتى يخففوا إزعاج للمصلين نفسهم. كان المكان هنا يعني بيرتوي منه وياخدوا احتياجاتهم من المية أهل الناصرة كلهم ومن بينهم العذراء. دلوقتي لا طبعا، في الماضي طبعا هي منبع الماء الوحيد، هي العين الوحيدة اللي موجودة في الناصرة، ما فيش ولا أي عين ماء تاني. في سبيل أو إخراج من العين نفسها كانوا يعطوا في أماكن تانية مياه، زي ما عملوا العين اللي موجودة بعيدة عن الكنيسة ما يقارب 300 متر، حتى يخففوا في ويسهلوا على اللي بدهم ياخذوا مي انه ما يدخلوا الى داخل الكنيسه. دلوقتي في مكان أعلى جبال اليهودية، أعلى جبال اليهودية. هنا موجود بيت زكريا الكاهن. العذراء كانت جاية من النصرة وهي حامل، جات من النصرة لحد هنا. مسافة طبعا كبيرة جدا، المسافة دي عشان تقطعها بالعربية النهاردة بسرعة مثلا 100 كيلو في الساعة تاخد على الأقل 3 ساعات من النصرة لحد هنا. العذراء مريم وهي حامل مشيت من النصرة لحد ما طلعت هنا الجبل، وهنا صعب جدا رغم أن وجود سلالم لكن مسافة بعيدة جدا. يقال في التاريخ هنا المكان أن ده بيت زكريا الكاهن، لكن مش هو البيت اللي اتولد فيه يوحنا المعمدان. يقال في التاريخ هنا ان يوحنا المعمدان كان ليه بيتين، بيت صيفي وبيت شتوي، وده البيت الصيفي اللي العذراء زارت فيه الاصابات ونلاقيه دايما في لوقا 1. ويقول الكتاب لما سمعت صوت سلامها ارتقد الجنين في بطنها. المكان هنا مكان جميل جدا، اعلى جبال اليهودية، ومكتوب هنا باكتر من لغة. ندخل نشوف كمان يعني حاجة جدا داخل الكنيسة اللي هم بنينها. زي ما بقول لحضراتكم هنا في البير اللي كانت بتشرب منه أسرة زكريا الكاهن. طبعا زكريا الكاهن و الإصابات زوجته لما جت العذراء عندهم، ولو كان في عندهم ناس بتشتغل أو ناس جيرانهم هنا، كان البير ده المصدر الرئيسي ليه
المية هنا أعلى جبال اليهودية، وكان في بيت زكريا الكاهن كمان. ويمكن حتى لو الكاميرا تجيب معانا واضح جدا يعني قدم المكان، قدم الزمن، يعني المباني دي الحجارة دي يعني عمرها أكتر من 2000 سنة. كمان في شيء مميز هنا في التقليد أو في تاريخ الكنيسة، يقال أن الحجر اللي احنا شايفينه مع بعض ده أيام هيرودس الملك لما يعني حب يموت أطفال بيت لحم، والقصة الشهيرة والمعروفة، الإصابات خبت زكريا، خبت القديس يوحنا المعمدان في هذا المكان، في هذا الحجر، والملاك حرسه، ويعني يقال ان الجنود قربت من الحجر، فالملاك أدار هذا الحجر بالطفل، فما حدش شاف الطفل ومحدش تعرض له. طبعا ده شيء معجزي جدا مش موجود في الكتاب المقدس، لكن تاريخ الكنيسة هنا أو تاريخ هذا المكان اللي احنا بكلم حضراتكم منه بيقول الكلام ده. بيت زكريا مكان طبعا مقدس جدا ومكان جميل جدا، وحصلت فيه حادثة هي الأروع والأجمل، بتبين خدمة العذراء وبذلها ومحبتها للإصابات، وبتبين يعني قيمة السيد المسيح ومكانته وهو جنين في بطنها، وأن يوحنا المعمدان يسجد للمسيح وهو في بطن الإصابات، يعني حاجة جميلة وسطور مقدسة جدا في الكتاب المقدس. لسه معاكم ولسه معانا سطور أخرى من الكتاب المقدس، خليكم معانا. احنا اتفقنا قبل كده ان القديس زكريا الكاهن كان دي بيتين هنا في جبال اليهودية، بيت صيفي اعلى الجبل وبيت شتوي اسفل الجبل. يقال في التاريخ ان ده بيت زكريا اللي اتولد فيه القديس يوحنا المعمدان، اتولد هنا في هذا المكان. في تاريخ الكنيسة هنا بيقولوا ان هذا المكان الاثري هو المكان اللي اتولد فيه القديس يوحنا المعمدان، وتلاقي بره مكتوب التسبيحة الجميلة اللي قالها القديس زكريا لما ربنا يعني تمم وعده بميلاد يوحنا المعمداني. يبقى كده احنا خلال دقايق او ثواني صغيرة يعني شفنا مع بعض بيتين للقديس زكريا، البيت اللي كان اتقابله فيه مع العذراء مريم، واتقابلت فيه الإصابات مع العذراء مريم، وده البيت اللي شهد ميلاد القديس العظيم يوحنا المعمدان. لسه معاكم، لسه معانا حاجات تانية، خليكم معانا. Thank you.
المكان اللي احنا شايفينه مع بعض دلوقتي هو أول مكان تلامس مع جسد السيد المسيح له كل المجد، هو المكان بالضبط اللي اتولد فيه السيد المسيح من 2000 سنة. مكان طبعا جميل ومكان مبارك ومكان عجيب جدا ان احنا نيجي وناخد بركة هذا المكان. لسه معاكم في جولتنا في القدس، هنروح اكتر من مكان ونشوف اكتر من حاجة. خليكم معانا. في رحلتنا واحنا بنتبارك مع حضراتكم بالاماكن المقدسه في القدس، هيبقى معانا يشرفنا ويباركنا قدس ابونا الراهب القس ميسائيل الاورشليمي، يقول لنا عن كل مكان بنروحه يعني ولو لمحه تاريخيه صغيره عن المكان. قدس ابونا اهلا بالقدس. اهلا وسهلا بكم، منورتوا الاراضي المقدسه وان شاء الله نشوفكم باستمرار دايما كل سنه. ابونا احنا هنا فين؟ احنا هنا موجودين في كنيسه المهد. كنيسة المهد هي من أقدم الكنائس في العالم ومن أكبر الكنائس ومن أشهر أكبر ثلاث كنائس بنتها الملكة هيلانا في الأراضي المقدسة. بنت كنيسة المهد في بيت لحم، وبنت كنيسة القيامة أو القبر المقدس في القدس، وبنت كنيسة اليونة أو الزيتونة اللي هي كنيسة أبانا الذي في جبل الزيتون. سابونا هنا في المكان اللي اتولد فيه المسيح المزود. هنا في المزود أو المغارة اللي اتولد فيها السيد المسيح، هنا أول بقعة لمست جسد السيد المسيح بعد تجسده على الأرض. في ايه تاني يا ابونا هنا؟ في كمان مغارة هنا جنب الكنيسة المهد بيسموها مغارة الحليب، والعدرة بترضع، نزلت نقطة حليب من صدر العدرة خلت الجبل كله زي أبيض خالص وزي جيري، بقى بيعمل معجزات، الناس بتاخد منه قطع منه تدوبها في مية، واللي ما عندهاش كانت إدرار في الحليب فبيبقى عندها إدرار. ولسه معاكم في الكنيسة على الخريطة في حلقتنا الخاصة جدا من القدس، بكلم حضراتكم دلوقتي من المكان اللي ظهر فيه الملاك للرعاة وبشرهم بفرح عظيم وبشرهم بميلاد مخلص لكل العالم. ده رسالتنا النهاردة في الكنيسة على الخريطة. عاوز أقول إن الكنيسة كانت باب الخلاص لكل إنسان، الكنيسة هي رسالة فرح لكل إنسان، زي ما ظهر الملاك للرعاة وفرحهم وتهللوا بظهور هذا الملاك، أيضا الكنيسة صارت مصدر للفرح ومصدر للرجاء لكل إنسان في العالم. لسه معاكم وحلقتنا الكنيسة على الخريطة، وشعارنا دايما الكنيسة على الخريطة نور للعالم. Thank you.
دلوقتي معانا ابونا ميسائيل يكلمنا عن المكان هنا واللي ظهر فيه الملاك لرعاه واهميه المكان وايه الحاجات الاسرار اللي احنا ما نعرفهاش عن المكان هنا. المكان هنا بيسموه حقل الرعاه، حقل الرعاه اللي هو ظهر الملاك للرعاه وبشرهم بالمسيح وقال لهم قد ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب. فالرعاه فرحوا بالمسيح وراحوا بالقطيع بتاعهم وأولادهم وراحوا وشافوا المسيح ومجدوا مع الملائكة قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. الكنيسة اللي ورانا دي اتبنت في بداية القرن 19، بناها مهندس إيطالي اسمه أنطونيو بارلوتسي، وبناها على شكل الحدث اللي حصل في المكان، بناها على شكل زي ما احنا شايفين على شكل خيمة. والملاك لما بشر الرعاة أضاء نور الملاك الرب عليهم، والخيمة فيها خروم من فوق وتدخل من جوه تحس انك قاعد في إضاءة من فوق كأن الملائكة زي ما القصة حدثت في الكتاب المقدس. في مغارة كمان عندنا تحت نموذج من المغارات اللي كانت أيام المسيح أو أيام الرعاة، كانوا المغارة بيبقى فيها إعاشة كاملة، بيبقى فيها إعاشة للأسرة وفي نفس الوقت لما تنزل مطر بيخبوا أو يدخلوا القطيع جوه المغارة عشان ما تمطرش عليه المطر. كده شايفين المغارة السقف بتاعها أسود ويعني نتيجة المغارة من ضمن إحدى المغارات القديمة اللي هي موجودة كنموذج للمغارات اللي كانت أيام السيد المسيح. على مدار حلقتنا النهاردة، الحلقة الخاصة جدا من الكنيسة على الخريطة من الأراضي المقدسة، حاولنا من خلال الحلقة يعني نتابع مع حضراتكم الأماكن الجميلة والأماكن المقدسة سواء كان في القدس أو في بيت لحم أو في النصيرة أو في أريحة، حاولنا من خلال أكتر من مكان نروح إن احنا ننقل لحضراتكم سطور جميلة من الكتاب المقدس نعيشها صورة حقيقية موجودة، تلاقي أماكن تلامس فيها السيد المسيح وتلامس معها سيد المسيح له كل المجد، مشي على هذه الأرض وتباركت هذه الأرض وهذه الرمال وهذا يعني كل شيء تبارك بوجود سيد المسيح له كل المجد، حاولنا ننقله لحضراتكم سطور الكتاب المقدس آيات الكتاب المقدس وقفنا عندها صوت وصورة عشان نقولها لحضراتكم عشان نستمتع ونتبارك سوا في حلقتنا الخاصة جدا من الكنيسة على الخريطة. استمتعت جدا بوجودي معاكم من الأراضي المقدسة، أشوفكم إن شاء الله مكان جديد وحلقة جديدة والكنيسة على الخريطة.